صار لي يومين أجهز هالمفاجأة. اليوم عيد ميلادك. هابي بيرثدي أحمد. أنتِ ما تستحين؟ مرة إيش كبرت تشذبين؟ تتهمين مرة تقولين إنها تتكلم من وراك وتسولف من وراك بالتلفون وتطلع من وراك. ليش تشذبين؟ ليش؟ أثاري المسكينة تبي تفاجئيني علشان عيد ميلادي مو مثلك أنتِ مدنبقة. يعني الحين أنا طلعت غلطانة؟ بس 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 كم كم؟ إي أنا عارفة إن أنا أطلع غلطانة بالأخير. أنا قالت لك إنك تحب سوار أكثر مني. الشر مو عليك، الشر علي أنا اللي أقول لك. قعدت لك في البيت طباخة وخدامة وحارس وكل شيء مو عاجبك بعد. طحني طحني بعد طحني طحني. تعب أجرى طحنت سنين وجيت بتحسن بخاطري. وجع توجع. حسبي الله عليك يا صويرة، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. شلون قدرتي تفرين فر؟ ماني عارفة. حسبي الله عليك. على رغم اني بينت لك حسن نيتي لك، وانتي للحين قاعده تعاملينك كني غريبه، وانا اقول شهوده اقرب انسانه لي، بس شو اسوي؟ الله يسامحك. ما يخالف خالتي سامحيني، بس انتي حطي نفسك مكاني. لو انتي شايفتني مثل ما انا شفتك ما راح تشكين فيني؟ بس انا اثبت لكم براءتي. صح، وانا ما قلت شيء. عيل ليش للحين تعمليني كني غريبة وما قاعد تاخذين وتعطين معي بالكلام؟ سامحيني خالتي، أنا اليوم أحس نفسي وايد تعبانة ومرهقة. وهذا الشاي يبنى. يلا يبا أنا استأذن. وي قاعده يشربي شاي معنا؟ لا يما عندي شغل فوق لازم أخلصه. يلا يبا تصبح على خير. تصبح على خير يما. أنت من أهل الخير يبا. أكيد تفكر فيني. أحمد 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 لا تفكر عاد، هذا أنا موجودة هني. أحمد. آه 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 شفيك. شايك. أقولك لا تفكر فيني، هذا أنا قاعدة يمك. وليش أفكر فيك؟ يعني أنت شفيك؟ ليش كلك تشعمني؟ يعني ما من حقي تدلل عليك شوي؟ تدلل على شنو؟ على شنو؟ من صدقك أحمد. إنزين تركنا من هالموضوع، بقول لك شيء ثاني مهم. قولي. أولي يتكلمني، يبيك يتكلم عم مسعود، يبي يخطب بنت عمه. هو خايف خاف البنت أحد يخطبها ولا يتكلم فيها، والحين بس نبي خطبه وبس. صح، هذا معك حق. أول مرة تقولين كلام سمع. خلاص أكلم سعود ونتفاهم. إنزين في شيء ثاني بقوله. شنو بعد؟ الأسبوع الجاي عيد ميلادي. إيش رأيك نطلع نتعشانا وأنت بروحنا مطعم؟ مسكين. ها شنو؟ تصبحين على خير. وي هذا من صدجه؟ تروحي نام عند سويرة. الحين شو نسوي؟ هذه نسوي. وإذا غلبتك؟ أغني. وإذا غلبتيني؟ أنت تغني. أغني أحسن منك أنا؟ لا أنا. خلينا نلعب ونشوف. يلا. يلا. صبر على لا لا مو مقبول. لا مو كذي بعدين كذي. أوكي مقبول. من الأول. لا 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 غلطتي. قومي غني قومي غني. يلا 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 غني 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 غني. دا
دور دور يا البطة يا بني نطي نطة ما نطيت إلا سويرة وسويرة راحت البر أجيب العيش الأحمر وتحط بالصواني على يد خواني خواني يا دلالي سويرة سويرة أمي تناديني مدري إيش تبي فيني تبي تحنيني بنيلة الصيني صيني على صيني يا ربي تحميني واروح بيت الله والقى حبيب الله قاعدة على سيادته يتل غزالة ونادته قاعدة على سيادته يتل غزالة ونادته شايك فيني الله 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 حبيبتي حبيبتي بس صوتي احسن منك لا غنيتي لا لا صوتي احسن روحي يا يبا هلا يبا الا عندنا اليوم ايه يا عيش المرام يعني ما عشاني طبعا مو علشانك علشان هي علشاني زين يبا دام عندنا انا بك الموضوع خير امري يبا انا ما بقى شيء وخلص دوره تدريبيه مالتي يعني بقى كم يوم تقريبا زين انا مفكره اني اخلص دراستي برا ايش زين تسوي احسن ما سويتي اصلا صدق يبا يعني أنت موافق؟ طبعاً موافق وأنا اللي بخلص أوراقك يا بعد عمري يبا الله يخليك لي ولا يحرمني منك ولا يحرمني منكم إن شاء الله يا رب يلا عاد أنا بقوم أنام ها؟ أوكي يبا أوكي يلا يلا حبيبتي مرام يلا حين ننام أوكي؟ شبعت يلعب يلا نوم يلا زين وبعدين؟ وبس خالتي اسمحي لي ما اقدر اسهر معاك اكثر من كذي حدي نفسي انا خالتي ما عليها جمر وانت طالعه بسعادة تسكرين باب وراج والله صرتي تطرديني من غرفتك يا شهد وتقولي ما انتي متغيرة علي هيا يصير خير سارة خير؟ لا ماكو شيء بس بصراحة حبيت أقول لك إن أبوي من طلع من المستشفى أنا ما زرته وحابة أزوره أطمن عليه إذا ما عندك مانع لا روحي حق واجب لازم تروح حق أبوك شوف عليك بس تعالي قبل المغرب ها؟ أتامر أمر حاضر سارة لبي وأنتي قاعدة مع أبوك بيت السلينة شلونه شخباره شنو أموره؟ شنو وضعه هالأيام؟ أحس إن عنده كلام وايد بده يقوله لي بس عزت نفسه ما نعته حاولي تفهم منه كل شيء إن شاء الله ولا يهمك حاضر يلا مع السلامة مع السلامة